السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. الرئيس الموريتاني يصل إلى العاصمة داكار للمشاركة في مؤتمر إعلان الرئيس السنغالي ترشحه لولاية رئاسية ثانية. تدشين المركز الوطني لأمراض القلب ومشروع شبكة صرف الصحي بالعاصمة نواكشوط في ذكرى الاستقلال 58. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يرشح المنتخب الوطني ومدربه كورتان مارتينيز للتنافس على أحسن منتخب ومدرب بإفريقيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. وصل الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز العاصمة السنغالية داكار في زيارة تستمر لساعات، سيشارك خلالها في مؤتمر إعلان رئيس البلاد ماكي سال ترشحه لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات المرتقبة تنظيمها عام 2019. ويرتقب أن يشارك في مؤتمر إعلان ماكي سال ترشحه لولاية رئاسية ثانية عدد من الرؤساء الأفارقة خصوصا من دول غرب القارة. إلى شأن مفصل، حيث دشن الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز أمس الجمعة المركز الوطني لأمراض القلب ومشروع شبكة الصرف الصحي لمدينة نواكشوط. وتصل سعة المركز الصحي 100 سرير وتبلغ كلفته المالية 23 مليون دولار، فيما تبلغ تكلفة مشروع الصرف الصحي الهادف إلى شفط مياه الأمطار عن 5 مقاطعات بنواكشوط حوالي 15 مليار أوقية. المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق تقرير التالي. الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز يدشن المركز الجديد لأمراض القلب البديل عن المركز القديم المعروف بطب صباح. وتبلغ سعة المركز الجديد 100 سرير ويتوفر على أجهزة طبية حديثة في مجال علاج أمراض القلب والشرايين، كما يضم جناح لعمليات القلب بمختلف أنواعها وجناح للحالات المستعجلة، إضافة إلى جناح للاستشارة وآخر للحجز الطبي. ويتكفل المركز وفق الوكالة الرسمية للأنباء بتوفير الرعاية للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، وبتعزيز أنشطة البحوث وتكوين وتدريب الأطباء والمدرسين وتأهيلهم طبقا لتقدم العلوم والمهارات الطبية والجراحية بالاختصاصات السابقة. ويبلغ الغلاف المالي لإنجاز المركز 23 مليون دولار أمريكي شاركت فيها الخزينة الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية. كما دشن الرئيس كذلك مشروع لشبكة الصرف الصحي بمدينة نواكشوط، وهو مشروع يتركز على شفط مياه الأمطار بخمس مقاطعات في العاصمة، وهي الإكسر والميناء وتفرغزينة والسبخة وتيارت. ويضم المشروع شبكة لتجميع المياه الراكدة في المناطق المنخفضة والمحاور الرئيسية، ويغطي مساحة تزيد على 15 كيلومترا مربعة، ويبلغ طول قنواته 31 كيلومترا من الأسمنت المسلح. كما يتضمن المشروع وضع 11 كيلومترا من أنابيب تحت الضغط مصنعة من الألياف الزجاجية يتراوح قطرها بين 1100 و1500 ملمتر، إضافة إلى 4 محطات ضخ في الإكسر وتبرغزينة والميناء والسبخة. وتتوقع الحكومة من ضخ كمية إجمالية تقدر ب 225 مترا مكعبا يوميا، وهو ما سيسمح بامتصاص تساقطات مطرية كميتها 50 ملمترا في أقل من 5 ساعات. وقد نهزت تكلفة المشروع 15 مليار أوقية، ويأتي تمويله في إطار التعاون بين موريتانيا وجمهورية الصين. وعد وزير الصحة البروفيسور كان بوبكر بالعمل في القريب العاجل على تحسين ظروف عمال الصحة وتعزيز الحكامة في القطاع الصحي، إضافة إلى محاربة الأمراض السارية وغير السارية التي قال إنها أصبحت تشكل معضلة كبيرة أمام الصحة العمومية. وقال كان بوبكر في خطاب ألقاه بمناسبة تدشين المركز الوطني لأمراض القلب بنواكشوط إن خفض وفيات الأمهات والأطفال يشكل أولوية تسعى وزارة الصحة إلى تحقيقها، كما عبر عن السعي إلى الحفاظ على جودة الأدوية وتفعيل حملات الرقابة والتفتيش. سيعمل قطاع الصحة في أجال القريبة على تحسين ظروف عمال الصحة وتقوية قدراتهم التكوينية والمهنية، تعزيز الحكامة بالقطاع، محاربة الأمراض السارية، وذلك عن طريق تنفيذ خطة العمل الوطني للسلامة الصحية،
محاربة الأمراض غير السارية والتي أصبحت معضلة كبيرة في مجال الصحة العمومية بسبب تغير مستوى المعيشة السكان، ويشكل تدشين المركز لأمراض القلب اليوم بداية موفقة. العمل على خفض وفيات الأمهات والأطفال الذي ما زال يشكل أولويات نعمل على حد منها. سعي من أجل حفاظ على جودة الأدوية وتفعيل حملات الرقابة والتفتيش، تطوير وتدعيم البنى التحتية ومنشآت الطبية، وتقريب الخدمات الصحية من المواطن. قال وزير المياه والصرف الصحي سلم سيد المختار والحبيب إن الصرف الصحي غيب عقودا من سياسات الدولة، وإن النظام الحالي منحه لفتة مكنت من إنقاذ مدينة واكشوط من الفيضانات والبراك التي اجتاحت بعض أحيائها عام 2013. وأضاف الوزير في خطاب له بمناسبة تدشين مشروع الصرف الصحي بنواكشوط أن الإجراءات التي اتخذت حسبتها من وصفها بشرذمة المشككين عبثا، لكنها برهنت على نشاحها ومكانة المواطنين من العودة إلى أحيائهم التي هجروا على حد تعبيره. لأن كان قطاع المياه قد حظي باهتمام كبير من فخامتكم، واستطعتم خلال العشرية الأخيرة مضاعفة نسبة نفاء المواطنين إلى الماء الصالح للشرب، فإن الصرف الصحي الذي غيب عقودا من سياسات الدولة قد منحتموه لفتة كريمة مكنت من إنقاذ مدينة واكشوط مما لقيته من إهمال وتخفيف وطأة الوضعية التي عاشتها سنة 2013 جراء اجتياح الفيضانات والبرك لبعض أحيائها. ولقد أصدرتم تعليماتكم السامية حين ذاك باتخاذ الإجراءات الاستعجالية لشفط المياه شبه جوفية وردم البرك والمستنقعات التي ظهرت في تلك الأحياء وهجرتها الساكنة قصرا. إن تلكم الإجراءات التي حسبتها شرذمة المشككين ضربا من العبثية برهنت على نجاحها الباهر وأعطت نتائج إيجابية مكنت من رجوع المواطنين إلى مكانهم بعد هجرها سنوات طويلة، فبدأ دبيب الحياة يسري فيها، وحي سوكوجين وتفرغ زين والميناء والسبخة خير شاهد على ذلك. رشح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المنتخب الوطني المرابطون ضمن 7 منتخبات إفريقية سيتم اختيار أحدها كأفضل منتخب بالقارة خلال العام 2018. كما رشح الاتحاد الإفريقي كذلك مدرب المنتخب الوطني المرابطون كورنتان مارتينيز لنيل جائزة أفضل مدرب لكرة القدم بالقارة ضمن قائمة تشمل 10 مدربين بإفريقيا. المزيد من التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. المنتخب الوطني المرابطون يرشح من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لنيل جائزة أفضل منتخب إفريقي خلال العام 2018، وتضم القائمة منتخبات غينيا بيساو والكاميرون وكينيا ومدغشقر وأوغندا وزيمبابوي إلى جانب المنتخب الوطني، وهو المنتخب العربي الوحيد المرشح. كما رشح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كذلك مدرب المنتخب الوطني كورنتان مارتينز لنيل جائزة أفضل مدرب لكرة القدم بالقارة ضمن قائمة ضمت مدربي 9 منتخبات أخرى. ويتزامن هذا الترشيح مع تصنيف المنتخب الوطني من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في الرتبة 13 على المستوى العربي و21 إفريقيا، وذلك في التصنيف الشهري الصادر عنه قبل أيام، والذي احتل فيه المنتخب المرتبة 101 عالميا. وقد ضمن المنتخب الوطني تأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه، ويتصدر مجموعته التي تضم إلى جانبه منتخبات بوركينا فاسو وبوتسوانا وأنغولا.
وافتتح المرابطون مشوارهم في التصفيات بفوز على منتخب بوتسوانا حصدوا به نقاط المباراة الثلاث، ثم فازوا على بوركينا فاسو في ثانية المباريات رافعين رصيدهم إلى 6 نقاط قبل أن يتعثروا أمام أنغولا 4 أهداف لهدف، ويتجمد رصيدهم في مباراة لواندا بأنغولا على نقاطهم 6. وفي مباراتين أقيمتا على ملعب شيخ البيضية بنواكشوط تمكن المنتخب من حصد 6 نقاط على حساب منتخبي أنغولا وبوتسوانا، ورفع رصيده إلى 12 نقطة محافظا على الصدارة وضامنا التأهل، رغم أنه ما تزال أمامه مباراة أمام المنتخب البوركينابي. وحققت كرة القدم الموريتانية العديد من النجاحات مؤخرا، حيث تأهل منتخب البلاد إلى البطولة القارية للمحليين 2، وشاركت أندية منها في بطولات قارية أخرى آخرها كينغ نواكشوط وأفسين واذيب المتغلب مؤخرا على أهلي بنغازي في ذهاب الدور التمهيدي من تصفيات دور أبطال إفريقيا. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون، مبررا ذلك بعدم استجابتها لدفتر التحملات. وأعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد خلال اجتماع عقدته الجمعة بالعاصمة الغانية أكرا فتح باب ترشيحات الاستضافة لبطولة الإفريقية، وتعتبر المملكة المغربية أبرز الدول المترشحة لاستضافة كأس أمم إفريقيا المرتقب، وسبق أن أكدت استعداد لذلك. مغاربيا، ارتفعت إيرادات ليبيا في مجال الطاقة بنسبة تجاوزت 70%، وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فإن إجمالي إيرادات البلاد من مبيعات الخام والغاز تجاوزت 2 مليار دولار. وبحسب الأرقام المقدمة من طرف مؤسسة النفط الليبية فإن إيرادات البلاد في مجال الطاقة خلال شهر أكتوبر الماضي تعتبر الأعلى منذ بداية العام الجاري. نتابع. سجلت ليبيا نموا ملحوظا في إيرادات الطاقة خلال أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت في غضون شهر بنسبة 73%. وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الجمعة أن إجمالي إيراداتها من مبيعات الخام والغاز والمكثفات خلال الشهر الماضي بلغت 2.87 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار، وهو ما نسبته 73% مقارنة بسبتمبر الماضي. وأشارت المؤسسة الليبية إلى أن إيرادات أكتوبر الماضي تكون بذلك قد سجلت أعلى عائدات شهرية منذ بداية العام الجاري، وتوقعت المؤسسة أن يبلغ إجمالي الإيرادات خلال العام 2018 ككل نحو 23.7 مليار دولار. ويعود ارتفاع الإيرادات لزيادة في إنتاج ليبيا، والذي بلغ بحسب بيانات أوبك في أكتوبر 1.1 مليون برميل يوميا مقابل 1.054 مليون برميل يوميا في سبتمبر. من جهة أخرى، أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله عن سروره بارتفاع حجم الواردات الصينية من النفط الليبي، والتي تجاوزت 3.5 مليار دولار هذا العام، أي أكثر من الضعف مقارنة بأرقام العام الماضي التي لم تتجاوز 1.7 مليار دولار. وذكرت المؤسسة في بيان صباح الجمعة أن رئيس مجلس إدارتها التقى الأربعاء الماضي القائم بالأعمال بالسفارة الصينية لدى ليبيا وانغ تشيمن والوفد المرافق له، وناقش الطرفان آفاق التعاون المشترك بين البلدين والفرص المتاحة لشركات النفط الصينية لدخول السوق الليبية. ونقل البيان ثناء القائم بالأعمال الصيني على الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الإدارة، مشيدا بمساهمة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في النهوض بالاقتصاد الليبي بشكل فعال ومستمر، ومؤكدا على ضرورة السماح للمؤسسة بمواصلة أعمالها دون أي عوائق. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتهم فيها: الرئيس الموريتاني يصل إلى العاصمة داكار للمشاركة في مؤتمر إعلان الرئيس السنغالي ترشحه لولاية رئاسية ثانية. تدشين المركز الوطني لأمراض القلب ومشروع شبكة صرف الصحي بالعاصمة نواكشوط في ذكرى الاستقلال 58. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يرشح المنتخب الوطني ومدربه كورتان ماتينز للتنافس على أحسن منتخب ومدرب إفريقيا.
يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الواحدة والنصف. تتابعون إعادة حلقة من برنامج المشهد تناقش موضوع المؤتمر الأول المرتقب لشباب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا. دمتم في أمان الله.